ظهر تقرير أدان ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي عن الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة. وأرجع التقرير ذلك التحسن في الأداء إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل 2 ملياري دولار. وتضاعف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا 3.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.